فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. قبل إسلام الروح تلقينه لا إله إلا الله، لأن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الرجل على الذكر والتسبيح. وعندنا باب سنخصصه للكلام عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. اجلس بجواره وقل له: يا عمي والله يعني القرآن فيه كذا وفيه كذا، وذكر ربنا سبحانه وتعالى سبحانه لا إله إلا الله، قد يقولها يرددها وراءك، ربما أنت لو تطلب منه أن يقولها قل لا إله إلا الله ما يقولها. وبعض الناس يبدأ: يا عم قل لا إله، هتموت، إلحق قل لا إله إلا الله هتموت. يا عم أنت بدك تموته إيه اللي هتموت؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله إن شاء الله تدخل الجنة وإن شاء الله من أهل الجنة وأبشر والدنيا ما فيها شيء. قل يعني لا إله إلا الله، وربما لا تقول له قل لا إله إلا الله. جاء عن بعض السلف أنه قيل له في مرض وفاة، أظن الله عن الإمام أحمد، قيل له في مرض وفاة قل لا إله إلا الله، فقال لا ثلاث مرات، يعني يفيق ثم يطلبون منه قل لا، قل لا لا أقولها لا أو شيء من هذا. فلما استفاق سألوه قال: أتى إبليس؟ لأن إبليس يأتي في الوقت هذا، إبليس في الوقت وقت الاحتضار يكون حاضر موجود. هو حابب إيه؟ حابب يخرجك من الدنيا على إيه؟ أنت هتفلت. ما أنت لو قلت لا إله إلا الله خالص من قلبك فلت منه، فهو عايز يخرجك من الدنيا على الإيه؟ الكفر. يجي لك عند الموت يقول لك إيه؟ مت نصرانية. دين النصارى أحسن، مت نصرانية. العبد يقول له لا، فكان يقول له لا لما سألوا قال: أتاني إبليس فقال مت نصرانيا، فقلت لا. مت يهوديا، قلت لا. هم يظنوا أنه مش حابب، كيف الإمام ومش حابب يقول لا إله إلا الله؟ فإبليس يكون حاضر في هذه المسألة. وجاء في بعض الأسرار ونوضحها أن إبليس حتى الإنسان في دار الغربة يستعمل معي الأساليب الملتوية. يأتيه في دار غربته مثلا بعيد عن أهلي عن أمي عن أبيه، يجي له في صورة أبوه يقول له: يا ابني تعرفني؟ يا أنا أبوك، أنا أعملت لك وعملت لك وعملت لك، يا ابني الدين اللي أنت عليه خطأ، متعة نصرانية. شوف يفتن الإنسان عنده، يعني في هذه تعرض لشدائد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الإيه؟ الموت وسكرات الإيه؟ سكرات الموت. تجيله أمه ويجيله في صورة أمه، في صورة أحب الناس أولاده، وهكذا.